هاي. إسبانيا دولة أوروبية موجودة بشبه الجزيرة الأيبيرية على الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط، وعدد سكانها 64 مليون نسمة. سنة 2007 تم العثور هناك على سن بشري بيعتقد العلماء أنه تاريخه بيعود لأكثر من مليون سنة. حوالي 60 ألف حيوان بيموتوا سنوياً بسبب قسوة المهرجانات يلي تقام بهيدا البلد. سنة 2000 فاز فريق كرة السلة الإسباني لذوي الاحتياجات الخاصة بالميدالية الذهبية، ولكن تبين بعدها أنه بس 2 من أصل 12 لاعب بيعانوا من إعاقات ومش فريق كله. تحقير الأسرة الحاكمة بإسبانيا ممكن يسبب عقوبة توصل لسنتين سجن. مين قال إنه بائعات الهواء بإسبانيا ملزمين بارتداء سترات عكسة مثل عمال الطرق السريعة للحد من الحوادث؟ أنا قال. شوفكم بكرة.